أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. رغم تكرار تشكل المنخفضات الجوية وتأثر اليمن بها سنويا، إلا أن غياب الاستعداد لمواجهتها هو الأبرز حتى الآن. تغيب الجهود الحكومية في ظل الصراع الدائر وانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتسخيرها لخدمة مصالحها دون الاكتراث لحياة الناس. اليوم تعيش مديرية مقبنة غربية محافظة تعز كارثة طبيعية، حيث تسببت سيول الأمطار في دمار شامل لعشرات المنازل والمزارع وممتلكات المواطنين وطمر لآبار مياه الشرب، وباتت منطقة منكوبة. محافظ تعز نبيل شمسان أعلن عن تشكيل لجنة للنزول الميداني إلى المديرية وتفقد المناطق المتضررة، إلا أن مصادر في اللجنة أوضحت لبلقيس أن النزول سيتم غدا الأحد، رغم أن معظم المناطق المنكوبة واقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وهو ما يصعب عمل اللجنة. الحالة تتكرر في عدد من المحافظات اليمنية في ظل التغيرات المناخية، وهو ما يستوجب حالة استنفار وإيجاد الوسائل المناسبة لمواجهة الآثار المترتبة وحماية السكان. نتوقف عند هذه الكارثة الطبيعية لنناقشها من زوايا عدة: حجم الكارثة وإمكانية تفادي الخسائر، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول، وما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للمتضررين خاصة في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وما هي التوقعات في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب اليمن، وما مدى استجابة المواطنين للتحذيرات والتنبؤات. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف الحلقة نتابع هذا التقرير. خلال العقدين الأخيرين واليمن يواجه موجات موسمية من الأعاصير والأمطار التي تسببت في فيضانات قادت إلى خسائر بشرية ومادية. مع كل منخفض جوي تواجه البلاد كوارث جديدة دون أن توضع معالجات وخطط لمواجهة آثارها رغم تكررها منذ سنوات. اليوم كانت مديرية مقبنة وشرعب الرونة عرضة لسيول الأمطار الغزيرة التي جرفت عشرات المزارع واقتلعت أشجار المانجو والنخيل ودمرت منازل ومساجد وطمرت آبار المياه. في مديرية مقبنة غرب تعز كانت الكارثة كبيرة، حيث باتت منطقة منكوبة وجرفت السيول المزارع ودمرت المحاصيل، ويعاني السكان أوضاعا مأساوية ومخاوف من انهيار المنازل على رؤوسهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة والتوقعات باستمرارها. تتسع المعاناة أمام السكان في ظل غياب الإغاثة واستمرار هطول الأمطار وتدفق السيول، في حين ينعدم دور الجهات المعنية بسبب الحرب والانقسام الحاصل، حيث إن أغلب المناطق المنكوبة في شمير تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. الحكومة بدورها شكلت لجنة للنزول الميداني وتفقد الأضرار، إلا أن وقوع أكثر المناطق خارج نفوذها يصعب المهمة أمامها، وقد تعجز عن توفير وسائل الإغاثة والإنقاذ للسكان فيما الميليشيا لم تتحرك حتى الآن. المنظمات الدولية المعنية لا دور لها أيضاً بحسب سكان في المنطقة المنكوبة، ويبقى اليمن حبيس الصراع المسلح دون أن يتم الالتفات إلى التنمية الحقيقية، وفي الوقت ذاته يتسع البناء العشوائي وتنعدم البنية التحتية الملائمة والإمكانات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة أن البلاد باتت عرضة للتغيرات المناخية. حياكم الله مشاهدينا الكرام لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع. ينضم إلينا مدير عام مديرية مقبنة حميد الخليدي، وأيضا ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم قطاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس رشيد عبد الرب العريقي. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. نبدأ مع السيد حميد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ حميد. بداية حدثنا عن حجم كارثة السيول في مديرية مقبنة، وهل هناك ضحايا أو مفقودين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قناتكم الكريمة على متابعة الأحداث، كما أيضا نحب أن نشكر الأخوة المشاهدين. بالنسبة لأضرار السيول، كون مديرية مقبنة يعني تقع في مناطق جبلية وأيضا أجدادها شهرية، تؤدي إلى يعني حال الأمطار كميات كبيرة من السيول، وكانت هذه الكارثة يوم أمس يعني كارثة نادرة يعني لم تشهدها المديرية من قبل، يعني حيث جرفت السيول في عدة قرى من مديرية مقبنة، كان أبرزها قرية بلدحة والنشيمة والمجدد في مناطق سيطرة الميليشيات. أيضا استمرت هذه السيول متدفقة حتى وصلت إلى مناطق الشرعية قرى السويهرة والنوبة من بوميا والقطنة قرية بوميا.
هناك يعني سويد جاهز لان مدينه مقبنه تحارب مدينه حيش وهي قريب من مدينه حيش وقوات هذه السور بهذا الاتجاه. هناك اثرات كبيره بحسب المعلومات لدينا لانه بعد ما حصل هذه الامطار شكلنا لجنه طوارئ سريعه في المديريه، تواصلنا مع الشخصيات الاجتماعيه والمشايخ واللجان المجتمعيه في اطار الشرعيه، تواصلنا ايضا مع الشخصيات الاجتماعيه المؤثره في المديريات، لان المديريه يعني كانت بالاخير هذا جانب انساني، وتواصلنا مع كل الجهات نبحث عن الاثار. وهناك يعني بعض المعلومات الاوليه التي حصلنا عليها كانت في اطار الشرعيه، يعني من دراسه عدد من المزارع والاراضي الزراعيه والطرقات حتى اللحظه هذه المعلومات. هناك ايضا اضرار في زيدحه والنشينه والمقبل تمثلت في اضرار كبيره منها مفقودين، وصل احد المفقودين متوفيا الى المناطق الشرعيه. هناك محال تجاريه منازل تهدمت جزئيا وكليا، حتى المعلومات لحد الان تقريبا 13 منزل، ربما الموضوع زياده. أبر تم يعني رجمت مساجد مزارع، هذه طبعا كارثه. انا نامل يعني محافظ المحافظه مشكورا شكل لجنه برئاسه وكيل المحافظه، وستباشر اللجنه عملها وننتظر تقريرها. في الجهه الاخرى ايضا هم ابنائنا واخواننا، نامل من ميليشيا الحوثي سلطه الامر الواقع هناك ان تسهل عمل المنظمات وتتخذ الاجراءات اللازمه حتى هذه الكارثه. نعم تفضل بالبقاء معي سيد حميد. نعود ونرحب بالمهندس رشيد عبد الرب العريقي، مرحبا بك معنا سيد رشيد. احييك اخي سالم، انت وطاقم البرنامج وجميع مشاهدينا الكرام وضيفكم الكريم، حياك الله. مدير المديريه، وطبعا نحن على اتم الاستعداد للرد على استفسار. حياك الله استاذ رشيد. ما الذي يجعل الأمطار الغزيرة مختلفة خلال السنوات الأخيرة، وما هي أسبابها حسب متابعتكم؟ نعم أخي، أولا بداية ببذلت شهدت بلادنا هذا العام وتجعل الأمطار موسمية غزيرة بعضها غير مسبوقة في بعض المناطق، وأدت إلى خسائر مادية وبشرية باهظة، يعني بشرية ومادية باهظة الثمن. فبلادنا لديها موسمين مطريين، هما ابريل مايو الاول الموسم المطري الاول، والثاني الصيفي من 21 يونيو حتى 20 سبتمبر، والذي نحن لا زلنا في منتصفه، ويعتبر شهر غصه طبعا بالنسبه لنا كأرصاد. وكذلك في بلادنا اكثر اشهر العام امطارا خاصه مناطقنا الجبليه وفق البيانات الاحصائيه المناخيه، لكن نقول ان هذه الامطار التي حدثت وليست استثنائيه بشكل عام، فقد ادت طبعا الامطار غزيره في 2013 لوفاه اكثر من 50 شخص وخسائر بالممتلكات في عموم المحافظه. يميز هذه الامطار هذا العام كانت اكثر اتساعا وشموليه وغزاره، ورافقتها العواصف الرعديه الشديده التي اودت حتى الان خلال الشهرين الماضيين الى اكثر من 35 دقه في خاصه في يونيو ويوليو، وطبعا صاحبتها تساقط حبات البرد، كثافه تدفق السيول والرياح الهابطه الشديده، نجم عنها خسائر كبيره في المحافظ الزراعيه والممتلكات كما حدث في اليومين الماضيين في مقبره وكذلك في لحو والحجيده وحده والمحميه وعمران ودمار وإف. لكن ابرز الاسباب التي ادت هذه الى هذه الحاله هو عدم استقرار في الجو، حالات متكرره بسبب تاثر بلادنا بامتداد منخفض الهدم الموسمي والمضغوط والموجات الشرقيه التي تدفع طبعا برطوبه عاليه من البحر العربي وخليج عدن باتجاه بلادنا، وكذلك عوامل اخرى منها ايضا التضاريس ومناطق التجمع الاهويه المختلفه الصفات خلال هذا الصيف. طبعا هناك اسباب كثيره ادت بسببها هذه الخسائر التي لاحظناها في مقبنه، ونحن طبعا ليست جهه يعني بحصره، لكن ما وصلنا حتى الان هو جرف اراضي زراعيه مع الاسف الشديد،
ونتمنى طبعا لمن تضرروا ان شاء الله ربنا يعوضهم مع ما حصل وما حدث. نعم. وطبعا هناك منازل بالمئة كما خاصه في وادي الشيمه ومصنع بلوك ودكاكين ومسجد وسيارتين ومواطنيه ومنظومات مشارع وطرق طبعا مقطوعه حتى الان. نعم. طبعا هناك نعم تفضل بالمقام معي المهندس رشيد. دعني انتقل للسيد حميد الخليدي. سيد حميد، فيما يتعلق بالتحركات الان حيال هذه النكبة، وأنتم أشرتم إلى أنه يجب أن من تضرر خاصة في مناطق الحوثيين أن يسهلوا عمل اللجنة التي ربما شكلها المحافظ، هل هناك تواصل أو تحرك حيال التنسيق بينكم ومن تضرر في مناطق الحوثيين ومن هو واقع وتضرر في مناطق الشرعية وتنسيق حول ذلك؟ الكريم هو طبعا اللجنة اللي شكلها الأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة مشكورا لم تستطيع الوصول الى مناطق ميليشيا الحوثي كون الميليشيات تعيق دخول اي لجنه، لكن حلقه الوصل في بيننا ننقل معاناتهم الى كل الجهات المحلل هناك، لكن نعاني كثيرا في الجهه الاخرى انه اعاده عمل مضاد يعني من ممارسه عمليه، لكن ايضا في المقابل نحن الان في موسم امطار سواء كان في الجهه الاخرى او لدينا في الاطار الشرعيه خاصه مدينه نقبنا كما ذكرت جبال شاهقه وديان ايضا كثيره، المساله لا ننتظر حتى تاتي ايضا كارثه اخرى وكوارث قادمه، نناشد المنظمات بشكل عام ايضا والجهات الحكوميه المعنيه عمل اجراء سيول او المصدات الزراعيه حتى لا نصاب ايضا بكوارث قادمه اخرى. جميل. طيب تفضل بوقع معي المهندس رشيد. فيما يتعلق ب رافق يعني هطول الامطار اضرار وخسائر في مختلف محافظات البلاد، حدثنا عنها وعن اسباب تكرار هذه الخسائر وهذه الاضرار. نعم اخي سالم، اولا اقول انه هناك تكرار لهذه الخسائر ليس فقط في ما حدث خلال اليومين الماضيين ولكن بشكل عام، ونحن في تهاون موجود، لكن نقول البناء العشوائي في مرات السيول او بالقرب منها، اي بناء سواء كان منازل كانت ممتلكات وكذلك عمليه التوسع في بناء المزارع على حساب تلك الممرات والوديان، هذا سبب لو لاحظنا الان الوديان كيف ضاقت في كثير من المناطق، ايضا هناك قصور واضح في صيانه وتفقد مناهل ومجاري السيول وطرق سير المركبات ومجاري السيول وايجاد بدائل امنه كالقشور وغيرها، وكذلك ايضا الاستفاده من الهبط الان بشريا ومجتمعيا، لا تعمل بها. بلادنا خيره بالامطار والسيول لكن تزال تستقل البحار مع الاسف. لماذا لم يوجد هناك سدود؟ يعني تفكير ايضا مصدات مائيه لاحتوائها وتقليل تدفق السيول في الوديان خاصة في المناطق المعرضة والتي تتعرض دائما من أضرار وخسائر طبعا المادية والبشرية. أقول أنه هناك أيضا اتجاهات يفترض تكون لحظ المياه كما كانت سابقا، مثل السقايات اللي كانوا يسموها وكذا حفائر وكذا في بنك لا تعمل على زيادة الخسائر والتدفق باتجاه الوديان. هناك تهاون اخي طبعا سالم في اتخاذ اجراءات السلامه والاحترازيه من تدفق السيول والعواصف الرعديه. نعم. الاتحاد هو يقوم بمهمات عديده لكن هناك في تهاون من جهات مختلفه. نعم. انا قلت حاجه واحد، أن نقول الى مدراء المديريات نقول انا اخاطب ايضا المحافظين والى ذلك، اين السدود للامانه؟ ماذا لو بنيتم؟ هل بنيتم سد واحد منذ ان يعني وجدت هذه المديريات وهذه المحافظات في مناطق مختلفه؟ يا اخي نحن بلد ليست يعني منطقه شبه كافه، كذا بالله امطارنا تغطي السبل البحار بدل ما نستفيد منها بالزراعه وكذا وعمل مصدات مائيه وكذا، يا اخي شارك فيها الدوله وغير الدوله ايضا الناس الخيرين من التجار في مناطق هذه من المناطق وغيرها مجتمعيا تتالف وتتكاتف لتعمل في مناطق معينه قد تكون احيانا جاهزه لعمل سد
معين للاستفاده منها في تقنيه الاباء الجوفيه في عمليه الزراعه. فلنفترض يعني نحن كمنظومه متكامله. اذا دعني انقل هذه النقطه مهندس رشيد، دعني انقل هذه النقطه لي السيد حميد الخليدي. نحن نعرف أن ربما التهاون الذي أشار له المهندس رشيد هو موجود فيما يتعلق ببناء السدود وصيانة الطرق وصيانة خاصة طرق السيول والتهاون في البناء في مجاري السيول. هذه الأشياء كانت وهذا التهاون كان موجود قبل الحرب، لكن لماذا تغيب هذه الجهود برأيك وتسبب لنا هذه الكوارث سيد حميد؟ أخي الكريم أشكر ضيفك الأستاذ رشيد، لكن أحب أن أوضح الشيء هذا. يعني البناء الذي كان للبيوت ليس في مجرى السيل، الأراضي الزراعية ليست كلها في مجرى السيل، إنما هنا جاءت كارثة، جاء السيل لم يسبق له مثيل، فتوسع هذا السيل في مناطق كبيرة جدا أصبحت كلها مجرى سيل حاليا، وهي كانت ليست مجرى سيل. النقطة الثانية، نحن منذ سنوات بنشر حرفي على أجزاء كبيرة من الميليشيا، والحرب التي شنتها هذه الميليشيا أصبحت الدولة، يعني نحن رافعين خططنا وتقاريرنا لإنشاء مثل هذه السدود وتأهيل الطرقات، لكن هذه المشاريع حيوية واستراتيجية تقوم بها دولة لا تستطيع القيام بها مديرية مهما كان دخل هذه المديرية، مع أن الأجزاء المحررة لدينا كلها مناطق جبلية وريفية وقرى لا يوجد فيها دخل، ومشاريع المديريات محدودة، مشاريع بسيطة، متى ما توفر الدخل تكون مشاريع بسيطة جدا، لكن هذه المشاريع الشدود والمصبات وحماية الأراضي من الانجلاب وغيرها، هذه مشاريع حيوية من اختصاص الوزارة، وزارة الزراعة ووزارة المياه. طب دعني الآن أشير إلى مسألة، هل هناك الآن سيد حميد فيما يتعلق بالتنسيق والتخطيط لما جرى الآن خاصة مع المنظمات الدولية التي ربما سيكون هناك تواصل معها وتلقي الدعم لعلى الأقل تخفيف من هذه الكارثة؟ هل لديكم هناك تنسيق أو خطط حيال ذلك؟ ومن استجابة أيضا من المنظمات؟ الخطط موجودة، لكن الآن المنظمات حاليا ترفض العمل الى اللحظه لمثل هذه المشاريع. كل اعمال المنظمات طارئه وبسيطه، ونحن نحاول ما استطعنا من طارئ الى مستدام او شبه مستدام، لكن مثل هذه المشاريع الحاليه نحتاج يعني من الحكومه ومساكن وزاره التخطيط تغذي هذه المنظمات لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيويه التي تخطط ايضا لكن وتحمي المجتمع. لكن سيد حميد أنا أتحدث عن جهود الإغاثة الآن، بالتأكيد أنتم تحتاجون إلى دعم كبير في هذا المجال، هل أنتم باستطاعتكم أن تقوموا بهذا الدور دون الدعم والمساندة من هذه المنظمات؟ هو بالنسبة للمديرية لا يوجد لديها داخل، كما ذكرت لك سابقا أن المديرية ريفية، المناطق المحررة كيف العجال المحررة هي كلها ريفية، لا يوجد فيها أسواق تجر داخل المديرية، لكن يعني املنا كبير في علاقه المحافظه، وهذا مناشده للحكومه والمنظمات الدوليه للتدخل. نحن سنسهل في قوائم الاحتياجات، في تجهيز الاماكن، في مشاركه المجتمع، يبقى هو التدخل، هذا تدخل كبير، نعمل لدى الحكومه ان توجه المنظمات للتدخل في حمايه المجتمعات من هذه الكوارث. شكرا جزيلا لك مدير عام مديريه مقبنه حميد الخليدي. نعود الآن للمهندس رشيد. مهندس رشيد، فيما يتعلق بدوركم أنتم في قطاع الأرصاد والتوعية، خاصة فيما يتعلق بإصدار التنبؤات والتحذيرات بالأمطار الموسمية وآلية توزيعها، ما هو الدور الذي تقومون به؟ نعم أخي سالم، أولا أقول أنه هناك مخاطر، هذه المخاطر ليست بعد الخطورة وما ينتم عنها، لكن هناك مخاطر يجب ان نستبقها، نعرف انه ستحدث، وبالتالي ماذا عددنا لها؟ وستحدث، انا اقولها، وستحدث اكثر مما حصلت في كثير من المديريات، لكن دورنا نحن يهدف الحفاظ هو على الارواح المتلفات والتقليل من الخسائر الناجمه عن سوء الاحوال الجويه برا وبحرا وجوا، هذه مهمه على عاتقنا، تقع على عاتقنا نحن في الارصاد الجويه اليمنيه. إذا نتابع نحن وتابعنا منذ بإصدار نشرات تحذيرية وإنذارية، وصلت لحد الإنذار يوم الأربعاء وصباح السبت
يوم صباح الخميس وزعت الى كافه وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمصوتة والمرئيه. طبعا عبر مواقع الارصاد الجويه اليمنيه في فيسبوك وتويتر والتليجرام ومجموعات التواصل الاجتماعيه وكافه وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه وعبر وسائل طبعا الاذاعات والصحف والقنوات الرياضيه الجهات الرسميه وغير الرسميه والخاصه. نقول حاجه واحده فقط، علينا ان نتفاعل كمجتمع بوعي سواء كان هذه الجهات لكن كلها. خاصة كيف يجب أن تصل رسالتنا إلى المعنيين لكن لكن لا لا لكن أستاذ مهندس رشيد، يعني لكن فيما يتعلق بالاستجابة المواطنين والجهات المعنية ذات العلاقة، ما مدى استجابتهم مع ما تقومون به من جهود ودور؟ نعم أخي سالم، لا يزال هناك قصور في استجابة المواطنين وبعض الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتفاعلها مع ما يسره الأرصاد الجوية من تحذيرات تنبيهات إلى لا تقتضي. أخي هذه سوى الأحوال الدولة لا تعني فقط الأرصاد أو كمدير المديرية أو غيرها، هذه تعني كل الجهات الزراعية وكل الجهات ذات الجوة. من الذي لا يتعرف؟ سواء اتجاه التجار، الحركة التجارية، كل المناطق يعني في كل الجهات الحكومية والخاصة معنية، على ما تتضرر في مثلا في مقبنة، كل الناس بتتضرر، صح ولا لا؟ صحيا وكل الوزارات هذه يعني يجب أن تتفاعل مع بعض للحفاظ على، يعني صحيا ماذا قدمنا؟ في سبيل الدرء مثل هذه الكوارث الزراعيه، لان المحيطين الزراعيين الان مساقط المياه التي تؤدي الى هذه السيول، هناك مساقط معناته تتجمع السيل لا ياتي الى وادي، لا لا ياتي من مناطق متعدده، المياه والبيئه ليس للعملات كلا الجهات كلها معنيه، كلنا معنيين بالمخاطر هذه، لكن نحن يعني نحس في نفوسنا ان نرى مثل هذه الكوارث هنا وهناك في مناطق بلادنا. إذن مهندس رشيد اسمح لي يعني في ظل المستجدات الطقس الراهن الآن، برأيك يعني هل الآن مستقبل اليمن في خطر في ظل هذه الـ يعني عدم الاكتراث وعدم الانتباه لما يجري على مستوى الطقس، هل نحن مستقبلا في خطر؟ نعم، نحن في بداية أغسطس وشهر أغسطس كما قلنا، لا زال الآن هذه الفترة المقبلة حتى نهاية أغسطس أمطار شديدة الغزارة، يعني توقع على الأرصاد الجوية يعني أنه بتستمر هطول أمطار هنا وهناك في مناطق الجبلية من لحد جنوبا حتى صعد شمال المناطق والمناطق الغربية، الحدود تتغذى تأمس وطرقت يعني نتيجة السيول والأمطار التي عدت تصريف المياه بشكل جيد، وهذه مهمة جدا أنه كيف نعمل على صيانة وأيضا متابعة هذه الأمور صيانة المناهل وغرفات المياه. لكن شكرا، بلادنا لا نقول إنها بشكل مستمر لكن سوف تستمر هنا وهناك، معنا العاصير تشكل في المناطق الشرقية في سقطرة في المهرة في حضرموت، وضحت كذا هذه المآسي، لكن ما علينا أن نعمل شيء نخطط ولا ننتظر بعدين المعونات وننتظر حاجات بعد ما تحدث الكارثة. يا أخي نستبق هذه الأمور، عندنا تكرر هذه تكون المطرية مطرية كنا إبريل مايو معانا الصيف الآن ومعانا بعدين العاصفة فترة انتقالية اللي هو ما بعد سبتمبر، يعني نعمل الان المحافظ والمدراء المديريات نعمل شيء نقدم والله نقدم لك كذا مثل المنتظرين. وصلت ووضحت رسالتك. نعم، على كل حال نحن نشكركم وتفاعلكم مع هذه الاحداث طبعا، والشكر لك ايضا وجودكم طيبه طبعا في هذا المجال لتصليح الضوء، وهذه ايضا وقفه ارشاديه طوعية لجميع مواطنينا وتمتم بألف خير. شكرا لك المتحدث الرسمي باسم قطاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس رشيد عبد الرب العريقي، وأيضا الشكر موصول لمدير عام مديرية مقبنة حميد الخليدي. وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، لكم التحية مني ومن معدها نجيب العدوفي، وإلى اللقاء.